يقول السائل: أسافر إلى بعض الدول لغرض التجارة وهي مصدر رزقي، وعندما أريد الخروج بالبضاعة يعرقلوني الجمارك ويرغموني على دفع مبلغ من المال، وإلا يقوموا بإرجاعي، فهل المبلغ الذي أدفعه للجمارك يعتبر رشوة علما بأن البضاعة غير ممنوعة؟ إذا كانوا يمنعونك من تجاوزك بمالك وجلبه إلى البلد الأخرى، تدفع لهم ما يطلبون، تدفع لهم ما يطلبون، ويكون الإثم عليهم هم. أما أنت فإنك تدفع الظلم عن نفسك.